مساكم الله بالخير وحياكم الله. حلقة جديدة من المنتصف نبدأها بالعناوين. في مواجهة منتظرة، كلاسيكو سابع يجمع الاتحاد بالهلال في نصف نهائي الكأس. وأيضا ضمن عناوين البارزة في صراع المدربين، البرتغالي خيسوس يسعى لاستمرار الهيمنة. في الجانب الآخر، القائد الأرجنتيني في الاتحاد أيضا في مهمة استعادة الهيبة الغائبة. وفي المنتصف أيضا الكلاسيكو يفتقد لخدمات الثنائي سالم الدوسري والفرنسي كريم بنزيما. حياكم الله من جديد في تفصيل كامل لأهم وآخر أحداث كرة القدم السعودية. قبل ما أبدأ ملفات هذه الحلقة، نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للوسط الرياضي والإعلامي، وأيضا لذوي الفقيد المعلق الكبير محمد رمضان، سائلين المولى له الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته. بداية نرحب بشركاء المنتصف من استديوهاتنا في الرياضة، الناقد الأستاذ عبد الكريم الجاسر، حياك الله أبو يزيد. أهلا وسهلا أبو إبراهيم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى زميلنا العزيز منار شاهين، وندعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والرحمة للأستاذ محمد رمضان، ونجعل يعني مثواه إن شاء الله الجنة، وخالص التعازي للأسرة الرياضية والأسرة الكريمة. نعم، ورحب أيضا بالأستاذ منار شاهين، أيضا الناقد الرياضي. مساء الخير منار. مساء النور، مساء الورد عليك سعد الله ولكل متابعين ومستمعين الإخبارية، وكذلك الأستاذ القدير والكبير عبد الكريم الجاسر، وللمدافع المخضرم الكابتن خالد بدرة. ومن هذه المنصة نوجه التعازي والمواساة والحزن لكل الأسرة الرياضية ولأسرة الفقيد المعلق الكبير محمد رمضان. الله يتغمده بالروح بالجنة إن شاء الله، ويغفر له ويرحمه، وبإذن الله يعني حلقة مميزة كالعادة بإذن الله تعالى. طيب، أيضا نرحب بعد قليل بإذن الله تعالى بالكابتن خالد بدرة على أن يجهز من تونس. اليوم فقد الوسط الرياضي والإعلامي المعلق الرياضي الكبير الأستاذ محمد رمضان، الذي ارتبط ببداية نقل مباريات المنافسات السعودية، كانت عبر الإذاعة أو حتى التلفزيون. كان يحظى بشعبية واسعة قبل سنوات طويلة من العمل من خلال التعليق على المباريات. تحديدا ارتبط اسم محمد رمضان مع الإنجازات الخالدة للمنتخب السعودي، واللي كان أبرزها كأس آسيا. وماذا بعد 75 عاما إلا الموت؟ يعني الصغير بيموت والكبير بيموت، وما حد مات ناقص عمر، وما حد مات إلا في الوقت الذي يريده الله وكتبه الله في اللوحة المحفوظ. بس أرجوهم أن يدعوا لي، فأنا سأرحل. معك يوسف، معك خالد، شوط خالد، يا سلام يا سلام يا سلام، حط خالد مسعد الهدف الثالث، صلح هدفين وحط الهدف الثالث. خالد مسعد ينفذ الخطأ، يا سلام يا سلام يا سلام،
رحم الله الأستاذ محمد رمضان وسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه لراجعون. نبدأ الحلقة إذن بأيضا الحدث المنتظر، الجماهير السعودية ستكون على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل تجمع الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك. طموح الهلال للاقتراب من حلم الثلاثية وتعزيز هيمنته، ودافع الاتحاد لمحاولة إنقاذ موسمه ورد اعتباره، عوامل تجعل مواجهتهما في نصف نهائي كأس الملك ملحمة كروية ساخنة. أصفر جدة الذي يعيش واحدة من أسوأ فتراته في الموسم الحالي سيحاول النهوض على حساب ضيفه وإنهاء عقدة عدم الفوز عليه، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإرضاء جماهيره، لا سيما وأن عدم بلوغه المباراة النهائية للمرة 19 في تاريخه سيعني خروجه صفر اليدين ويكتب نهاية حزينة لموسمه. قائمة المدرب غالاردو ستنتعش بعودة فيصل وأحمد الغامدي وزكريا هوساوي وعوض الناشري ومروان الصحفي، بينما ستشهد غيابات مؤثرة تتمثل في فابينهو وبنزيما، في حين مصير مشاركة كانتي وفيليبي لا زال مجهولا. أما أزرق الرياض الساعي للمحافظة على لقبه سيدخل المباراة بأفضلية علو كعبه على منافسه في المواجهات التاريخية، إلى جانب تفوقه بالجاهزية الفنية المثالية والفوارق الجماعية والفردية للاعبين. مدرب الهلال سيستعيد خدمات الثنائي متروفيتش ومالكوم، مما يمنح فريقه قوة مضاعفة في المقدمة ويعزز من حظوظه في تحقيق الانتصار السابع على مضيفه الموسم الحالي وبلوغه النهائي 20 في المنافسة. إذن المواجهة المنتظرة ما بين الاتحاد والهلال في نصف نهائي الكأس، هذه المواجهة ما في شك أنها تحمل كثير من العناوين في عالم كرة القدم، يمكن أبرزها الهدف الواضح للهلال، السيطرة والهيمنة بشكل صريح وكامل على مواجهات الكلاسيكو. أبو يزيد أيضا الاتحاد عنده هدف آخر هو رد الاعتبار على الأقل في هذا الموسم، 6 انتصارات للهلال على المستوى المحلي على مستوى دوري الأبطال وآخرها كان في السوبر، أيضا هدف الاتحاد الآخر على الأقل الخروج بموسم إيجابي في حال تحققت هذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ما في شك أنه قدر الفريقين هذا الموسم هو يعني أن يكونوا في مواجهة بعضهم البعض في 6 مرات، وهذه هي السابع مرة، وبالتالي يعني الظروف جعلت أيضا الاتحاد في هذا الموسم يعني يعاني كثيرا في ظل تغيير الأجهزة الفنية، في ظل الإصابات، في ظل يعني عدم ظهور بعض اللاعبين الأجانب بمستواهم المعهود، ظروف كثيرة عاشها الاتحاد، وبالتالي جاءت مصلحة الهلال اللي هو أصلا هذا الموسم يقدم واحد من أفضل مواسمه وحقق العديد من الانتصارات المتتالية وحقق بطولة السوبر ولازال يعني بطولة الدوري متصدرها ويطمح إلى يعني الوصول للنهائي ومن ثم البحث عن اللقب الثالث هذا الموسم. المباراة ما في شك أنه تعودنا مباراة الهلال والاتحاد مهما كان الحضور أو الغياب للاعبين أنها تكون مباريات مثيرة، تعودنا أيضا أن الاتحاد يقدم أفضل ما لديه، ولكنه في كل المباريات اللي لعبها أمام الهلال قدم مباريات كبيرة لكنه في الأخير يخسر، لأنه يعني الهلال فارق كبير في المستوى وفي الاستقرار وفي أمور كثيرة. مباراة الغد بالتأكيد أنها يعني الفرصة متاحة للفريقين 50-50 بالرغم من تباين صفوف الفريقين، لكن مباريات الكؤوس لا تعترف بهذا الأمر، وشاهدنا أيضا في نهائي البطولة السوبر النتيجة 2-1 يعني فارق متقارب جدا. هذا الأمر اللي يجعل مباراة الغد يعني مفتوحة لكل الاحتمالات. الكلام خارج الملعب صحيح أنه على الورق الهلال
متفوق في ظل خصوصا في حال مشاركة مالكوم وميتروفيتش. نعم. لكن في حال عدم مشاركتهم ستكون معاناة كبيرة الهلال في التسجيل، يعني ميتروفيتش مالكوم سالم أعتقد أنه يعني خط هجوم كامل في ظل أنه البديل لا يقوم بجزء من ما يقوم فيه. نعم. الأساسيين. طيب. لذلك أنا أتوقع أنها حتكون مباراة متكافئة إلى حد كبير بالرغم من المستوى اللي قدمه الاتحاد أمام الشباب والأداء اللي ظهر فيه، ولكن في مباريات الهلال بالتأكيد تختلف الأمور. نعم. الأمل أنه يقدم الفريق مباراة جيدة وأنه يتفوق ويفوز الفريق الأقدر والأجدر. نعم. طيب قبل ما أسأل منار أيضا، هذه المواجهة ستقام على ملعب الجوهرة، هذا الملعب الذي احتضن الكثير والعديد من المباريات ما بين الهلال والاتحاد. الغلبة والأفضلية كانت للفريق العاصمي الأزرق. طيب منار شاهين، لما نتكلم عن هذه المباراة ما بين الهلال والاتحاد تحديدا في نصف نهائي الكأس، ما في شك بأن الضغوطات أكبر على الاتحاد باعتبار أنها الفرصة الأخيرة للخروج على الأقل يعني انتصار وموسم إيجابي، وأيضا تتويج هذه الكوكبة من النجوم بنتيجة إيجابية. بكل تأكيد، يعني أعتقد الآن الكرة في ملعب اللاعبين، في ملعب الجهاز الفني، في ملعب الجهاز الإداري. الجمهور أكرم الاتحاديين الآن في المدرج بنفاذ كل التذاكر من الموقع. إذن الآن على اللاعبين أن يكرموا هذا الجمهور بالمستوى والنتيجة والفوز والذهاب إلى النهائي. يعني الجمهور الاتحاد لما تتكلم على 6 مباريات أمام الهلال أعتقد أنها قاسية جدا. يعني السؤال الأهم، هل جاياردو أو حتى اللاعبين تعلموا من 6 دروس تلقوها من خيسوس والهلال؟ هل ستتكرر 7 أم حيكون في استفادة من هذه الدروس وحل مشكلة، أو نتكلم على المعادلة الرياضية الصعبة اللي من الصعب أنك تفكها لنادي الهلال هذا الموسم؟ حتى أشوف أنه فوز العين على الهلال لمرة واحدة فقط وتأهلوا لنهائي كأس آسيا يمكن لو تكررت عدة مرات سينتصر الهلال. وأنا أؤكد بأن النصر أو الأهلي أو الشباب لو تقابل مع الهلال لمدة 6 مرات كذلك راح يتكرر فوز نادي الهلال. لكن الأهم الآن يمكن أنا بتشف من كلام الأستاذ كريم الجاسر أنه الهلال يتكلم على فكرة المنظومة. أعتقد أنه الهلال نادر ما يهتز بغيابات، يعني سواء غياب مالكوم أو حتى ميتروفيتش أو حتى سالم هيكون مؤثر في المقدمة، لكن البديل موجود والمنظومة الفكرية من خصص موجودة. في الاتحاد هذا الأمر لا يختلف، يختلف بمعنى أنه أي غياب يأثر على المنظومة لأنه منظومة واحدة، منظومة فكر واحد اللي هي المسألة الهجومية. لما نغيب المحاور بيتأثر الفريق، ولما نغيب بعض المدافعين كذلك بيتأثر الفريق. يمكن خلينا نأخذ على المباريات الماضية نوعا ما، الهلال والاتحاد بيعانوا من خلل واحد اللي هو مسألة الدفاع في الخلف أو مسألة الضغط العكسي. الاتحاد عنده مشكلة أنه بيستقبل المرتدات بشكل كامل وبيلعب على الضغط العالي، وأصلا وسطه عبارة عن فرحة أو حتى سعد الموسى أو صالح العمري، عكس لما يكون عندك فابينيو وكانتي. في الهلال كل مباراة الهلال مع العين كانت عبارة عن تسلل متقدم أو دفاع متقدم، تكسر التسلل بسرعة كانت كاكو أو حتى سفيان رحيمي. غدا جاياردو حيلعب على أي أساس؟ هل حيلعب على أساس السرعات؟ هل حيلعب على أساس الارتداد الدفاع الهجومي بشكل جيد؟ هل حيستغل سرعة جوتا وأحمد الغامدي سواء فيصل الغامدي في خط الوسط؟ الغيابات في الاتحاد نوعا ما مؤثرة. خلينا نترك كريم بنزيما، أنا ما أعتقد أنه تواجد أو غياب حيأثر بشكل كبير، لكن تتكلم على غياب لويس فيليبي، تتكلم على غياب كانتي، تتكلم على غياب فابينيو في خط الوسط والدفاع، هذا حيكون مؤثر ترى على شكل الاتحاد اللي أصلا بيعاني من منظومة سيئة من المدرب جاياردو. لكن أتمنى بأنه المدرب جاياردو يستغل عودة الخماسي المحلي الأولمبي، وكذلك يكون في ابتكار نوعا ما أمام الهلال. نعم. مش لازم تلعب لعب مفتوح، مش تلعب على ضغط عالي. كانت اليوم مش موجود في التدريبات الجماعية؟
كانتي موجود بالدربات الجماعيه لكن مو جاهز ولا هذا الامر حيتحدد غدا ظهرا. نعم وكانتي يعني دخلت الدربات الجماعيه اليوم لكن خمسه ايام ماضيه مو جاهز، وانك كده تلعب في وسط في سفيتش ونيفيز وسالم وممكن مالكم او عفوا او سلمان او كنو وانت مو جاهز لياقين، هذا الامر ممكن ياثر عليك، بخلاف اصلا انت عندك غياب لاعب بيساندك في المساله الدفاعيه من مع المدرب مع كانتي. بس بشكل سريع انا بتكلم يعني حتى احمد حجازي مثلا شوف الجمهور الاتحادي مستاء منه كثير. طيب خلينا راح نتكلم بهذا التفصيل منار، لكن خليني اروح بالنسبه للمدربين، يحاول ايضا مدرب الاتحاد جالاردو الدفاع عن الكبرياء وعن شموخ الاتحاد امام خصوص ايضا الطامح لاستمرار التفوق وأيضا تحقيق هذه البطولة من خلال المواجهة النهائية والوصول إلى النهائي، مواجهة من نوع خاص ما بين المدربين. مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد ستشهد معركة خاصة بين جيسوس مدرب أزرق الرياض وجياردو المدير الفني لأصفر جدة، عنوانها تحدي استمرار الهيمنة واستعادة الهيبة الغائبة. المدرب البرتغالي ظل كعبه عاليا على نظيره الأرجنتيني منذ أن كان يدربان في أمريكا الجنوبية بتفوقه عليه في نهائي كأس ليبرتادوريس، ومن ثم عزز سطوته عليه بأربع انتصارات في الدوري وأبطال آسيا وكأس السوبر. أفضلية جيسوس لم تكن على جياردو فقط بل جميع مدربي النمور الذين واجههم في أربعة لقاءات سابقة نجح في الانتصار عليهم، ما يعني أنه أصبح بمثابة عقدة للاتحاديين ويجعل الآمال على المدرب الحالي لإنهائها. أما المدرب القادم من بلاد الفضة فتشكل هذه المباراة تحديا خاصا له من أجل رد اعتباره أمام تفوق جيسوس عليه، حيث يفرض عليه ذلك ابتكار تكتيك جديد بعدما فشلت جميع خططه السابقة. مدرب النمور سيكون مطالبا أيضا بحفظ ماء وجهه أمام المنافسين الكبار، لا سيما أنه سقط أمامهم في جميع المواجهات السابقة، وأصبحت هذه الفرصة الأخيرة لاستعادة هيبته حتى يصبح أول مدرب يهزم جيسوس في المنافسات المحلية. قبل الحديث عن المدربين أيضا عجز الاتحاد عن الفوز أمام جميع المنافسين الكبار في الموسم الحالي على جميع المنافسات. في الجانب الآخر أيضا يمتلك الهلال سجلا رائعا في المواجهات أمام المنافسين أو حتى الكبار في الموسم الحالي، يتفوق عليهم جميعا بالانتصارات وبالأهداف أيضا الكبيرة.
طيب لما نتحدث عن المدربين في جانب الاتحادي وفي جانب الهلال، تعتقد بأن خصوص اليوم تلخبطت أوراقه في المنعطفات الأخيرة بعد إصابة تحديداً متروفيتش، خسارة أمام العين باعتبار أن بطولة دوري أبطال آسيا كانت من البطولات أو الأهداف الرئيسية للهلال؟ ما في شك، لكن خسارة العين لها ظروف خاصة تختلف، يعني ما تحدثنا عنها كثير. هو في المباراة الثانية فاز، ولكن الفوز لم يكن كافي لتغطية الأخطاء الفردية اللي حدثت في مباراة الذهاب، يعني ثلاث ضربات جزاء من ثلاث أخطاء فردية لثلاث لاعبين. لذلك لا نستطيع أن نقول أنه خروجه بسبب الغيابات أو أنه تلخبط في هذا الأمر، لأنه في مباراة الفتح بالرغم من الغيابات اللي أكثر من مباراة العين ومع ذلك استطاع أن يتجاوزها في يعني باستمرار بنفس اللعب بالطريقة المعتادة وبالاعتماد على الجماعية واعتماد على البدلة. لذلك ما تصور أنه يعني كان لها تأثير كبير كغيابات في مباراة كبيرة باستثناء المباراة الحاسمة اللي هي تحتاج أنك تكون في أفضل حالاتك أولا، ثانيا تكون متكامل الصفوف بدون غيابات، وهذا حال مباراة الغد. يعني أنت إذا لم تقدم مستوى جيد، يعني لا لم يكن هناك أحد يتوقع أن الهلال سيخسر أمام العين ومع ذلك خسر. فكرة القدم ما فيها كبير ولا صغير، فيها عطاء وأداء داخل الملعب. لكن هل الاتحاد يعني قادر على أن يقدم مستوى جيد؟ لأنه إحنا خلينا نقول أنه فشل أمام الهلال ليس فقط الهلال، هو فشل أمام جميع الفرق اللي تسمى كبيرة، هي المنافسة. لم يحقق أي فوز ولم يقدم مدربه أي لمسة، بل إن يعني مشاركته في مباراة الكأس آسيا في الرياض في بظهيرين يمين ظهيرين شمال تعكس الحقيقة تخبط المدرب، وإنه يعني غير قادر على. ممكن يكون مهدد بالإقالة المدرب بعد مباراة الهلال؟ والله شوف، أنا ما أعرف كيف طريقة التفكير الاتحادية وطريقة العمل. لا بس لو طرح هذا الموضوع تعتبره طبيعي؟ ما في شك نحن نقيل المدرب، ما في شك، لأنه أنا لما نحكم على مدرب أنا ما أبغى يجيب لي الدوري، أبغى يقدم لي 11 لاعب داخل الملعب يلعبون بتكتيك واضح بطريقة واضحة بي 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 بعمل منظم بتبادل أدوار بتصحيح للأخطاء اللي تحصل في الدفاع. دفاع الاتحاد شوارع، ما في في كل المباريات الاتحاد يقبل أهداف، ما في يعني لا يعني ما في بوادر فنية تقولك والله أنه الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى مع الوقت، ما فيه، في استمرار تغيير تشكيل، استمرار تغيير طريقة لعب، مرة ثلاثة مدافعين، مرة يعني المدرب غير ما هو قادر يصل للتوليفة والطريقة اللي ممكن أنها تقود الفريق للطريق النجاح. هذا الأمر يعني يعتمد على تقييم الاتحاديين، هل إذا كانوا إذا كان الطموح عالي وانت تحتاج الى مدرب يكون واضح، هو ما عاد في طموح يعني في حال الخساره. لا انا اتكلم عن الموسم القادم. صحيح السنه هذه انتهى الموضوع، يعني انت خلاص في نهايه الموسم. انا اتكلم عن يعني انت عن موضوع استمرار، تصبر على المدرب لنهايه الموسم يخلص يعني المباريات ولا تقيله مثلا الاقاله، ما حتغير لك شيء ولا حتضيف لك شيء. اذا خرجت من هذه المباراه تكون خرجت من اخر بطولات الموسم، وبالتالي حتى لو مسك الفريق حسن خليفه ما حيختلف شيء ولا حيضيف شيء ولا تخسر شيء. مع احترام للكابتن حسن خليفه وحقق نتائج ايجابيه ترى مع الاتحاد، ما في شك انه مدرب وطني ومجتهد، لكنه لا يقارن بمدرب مثل هذا احضر بمبالغ ضخمه جدا. نعم. فالموضوع يعود للاتحاديين وطريقه تقييمهم لعامل المدرب. نعم. طيب بالرغم من الغيابات البارزة في صفوف الاتحاد والهلال، إلا أن هناك أيضا أسماء كبيرة ولها أيضا بصمة في مثل هذه المباريات. تظل آمال الجماهير معلقة دوما ببعض اللاعبين وتضع عليهم الرهان لحسم المباريات المهمة، وهو ما ينتظره الهلاليون والاتحاديون من بعض النجوم في كلاسيكو كأس الملك، خاصة أصحاب النزعة الهجومية. أزرق الرياض تزخر قائمته بالكثير من الأسماء التي تصنع الفارق، حيث سيكون الرهان كبيرا على سعود عبد الحميد باستعادة توهجه، لا سيما وأنه اعتاد التألق أمام فريقه السابق، بينما ميشيل ظل هو الآخر يظهر بشكل بارز أمام النمور، إذ يمتلك 5 مساهمات بواقع 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين. البرازيلي مالكوم تخصص أيضا في شباك الاتحاد بتسجيله 5 أهداف وصناعته هدف في 5 مباريات، فيما ستشكل عودة متروفيتش قوة مضاعفة للمقدمة الزرقاء،
نظرا لصداقته مع الشباك. الغيابات العديدة في صفوف الاتحاد تضع المسؤولية كبيرة على بعض اللاعبين، في مقدمتهم عبد الرزاق حمد الله باعتباره أكثر من يلعب بروح قتالية ولا يرضى بالهزيمة، كما يعد البرتغالي غوتا من الأسماء التي يمكن الرهان عليها بفضل موهبته وتحركاته المزعجة للمدافعين. خبرة فتى السامبا روما تجعل الجماهير تنتظر منه الكثير، خاصة إذا كان في يومه، بينما عودة الشاب أحمد الغامدي بمثابة دعم كبير للنمور بفضل حيويته واختراقاته وثقته بنفسه. بما أن الحديث أيضا عن عناصر الفريق أيضا أو الفريقين عفوا في هذه المواجهة، أيضا نفتقد أيضا أبرز النجوم اللي اعتدنا على تواجدهم في مثل هذه المواجهات. في جانب الهلال سالم الدوسري يعتبر الاسم الأبرز، أما في الاتحاد أيضا فكانتي وبنزيما أيضا من النجوم اللي دائما يعني ما تقدم المتعة في أرضية الملعب. يمكن الشكوك أيضا حول كانتي باعتبار كانتي أيضا دخل في التدريبات الجماعية وقد يكون أيضا في هذه المواجهة ضمن اللاعبين على مستوى الفريق على مستوى الفريق الأساسي في الملعب أو الاحتياطي. طيب منار، كان عندك أيضا حديث عن حجازي اليوم اللي يلاقي مثلا موجة غاضبة من الجماهير الاتحادية وانتقادات واسعة تصل إلى المطالبة بإبعاد هذا اللاعب. شوف، احنا لما نيجي نشوف حجازي في الفريق مش سيء لوحده، المنظومه كامله سيئه، الفكره كامله سيئه من المدرب. حجازي لما نجح مع الاتحاد نجح بتواجد مثلا كريم الاحمد عبد الله المالكي في الموسم الماضي، بتواجد كذلك طارق حامد المصري وبرونو هنريكي في خط الوسط. حجازي معروف في المواجهه كلاعب بطيء، ولكن حجازي في التنظيم الدفاعي في التنظيم القيادي انت تحتاج انك انت لاعب مثل هذا وكذلك تنجح منظومه حجازي الدفاعيه. لما تلعب امام تكلم على فرحه او سعد الموسى من الطبيعي ان يكون الدفاع حيكون مشكله، وهذا الأمر قد يعاني الاتحاد غدا في حال عدم مشاركة كانتي وفابينيو. فهنا تكلم المدرب كيف يبتكر هذا الأمر. كذلك الاتحاد ممكن يعاني مشكلة ثانية اللي هي العامل اللياقي. الهلال متفوق جدا بالعامل اللياقي. خلينا نرجع للذاكرة قبل عدة أيام، الهدف الثالث لنادي الشباب، شفت الانطلاقة من متعب الحربي ومتابعة ذكية من الجوير واستطاع أن يسجلها. شوف العامل اللياقي والجودة للاعب المحلي والعامل اللياقي والجودة في اللاعب الاتحاد متدنية نوعا ما. هذه الأمور والفوارق قد تفرق داخل أرضية الملعب، مين اللاعب اللي يطبق لي التكتيك بشكل جيد ومين اللاعب اللي يعطيني التكتيك للدقيقة 60-70 ثم ينهار بشكل لياقي. حتى المدرب جايردو في كل القمم
خسر، سواء في كأس العالم للأندية، في السوبر، في الدوري، في أي قمة دخلها هذا الموسم، جميع خسر ذهابا أو إيابا أو أي يعني فكرة من المدرب. لكن هل نجي نتكلم كذلك على الهلال؟ الهلال في الجانب الآخر أنا وجهة نظري أشوف أنه خرج من ضغط آسيوية وضغط آخر دخل فيه الهلاليين، هو وهم الأرقام، مسألة أنك أنت تكسر السلسلة أو ما تكسر السلسلة، مسألة تأجيل مباراة الأهلي، هذه الأمور كلها الهلال دخل فيها، حيلعب بأريحية لأنه خرج من هذا الضغط، وكذلك حيلعب تحت ضغط مسألة كيف أنا أعوض هذا المدرج الهلالي الكبير اللي أنا أشوف وجهة نظري أحرج الهلاليين كثيرا أمام الفتح. بأمانة أنك أنت تكون خارج من الأسيوية وطموح كل الهلاليين، والمدرج هذا المدرج المسؤول والمثقف رياضيا ويتواجد داخل الملعب ب 16 ألف متابع، أن تحرج الهلاليين، استطاع أن ينتصروا على الفتح حتى بغيابات نوعا ما، لكن الثقافة الهلالية موجودة داخل أرضية الملعب. فأنت بتتكلم الآن عن مدرجين ثقافة كبيرة اتحاد وهلال، تتكلم عن لاعبين كيف يعوضوا كذلك جماهيرهم، لأنهم في حالات إخفاق، ما احترامي حتى للهلالية، السوبر مش طموح الهلاليين أنهم يأخذوه، كذلك كان الطموح الآسيوية. أنت عندك طموحين آخرين، الدوري اقترب منه بشكل كبير، كذلك كأس الملك قد يكون تعويض أو خير تعويض للهلاليين. فتكلم على قمة داخل الملعب، قمة في المدرج، قمة في الإعلام. أتمنى فعلا إحنا نستمتع بهذا الأمر، وأتمنى جاياردو أنه فعلا يعطي الاتحادين بصمة فنية داخل أرضية الملعب، وما يتعذر بالغيابات، لأنه تصريحه في مباراة الشباب الفترة الماضية بعد المؤتمر أنا أشعر بحالة إحباط، هذا تصريح سلبي جدا، وأتمنى أنه ينعكس على اللاعبين. أعتقد أنه عندك جهاز فني وإداري جيد، أعتقد عندك كابتن مثل حجازي، أتمنى يكون فيه فعلا شعلة حماس وطاقة ورغبة وشغف في داخل أرضية الملعب. نعم. طيب قبل يمكن 24 إلى 48 ساعة من مواجهة الكلاسيكو في نصف النهائي، يعني أقامت إدارة الاتحاد وجبة عشاء اجتمعت فيها مع اللاعبين في محاولة يعني لإخراج اللاعبين يمكن من الضغط الجماهيري والإعلامي قبل هذه المباراة. نشاهد اللقطات اللي بثها أيضا نادي الاتحاد عبر المنصة الرسمية منصة إكس، كان فيها أيضا رئيس مجلس إدارة النادي عمار الحايلي وأيضا نائب الرئيس واللاعبين في صفوف نادي الاتحاد. كريم الجاسر، يعني مثل هذه المبادرة خليني أقول تفيد اليوم في ظل الاحتراف، في ظل أن اللاعبين تجاوزوا كثير من يعني هذه الجوانب. أضرب مثل أيضا قبل بعد مباراة الهلال والعين، احنا شفنا الهلال يدخل التمرين ولا كانه يعني ما كانه الفريق خسر بطوله اسيويه، بدون مدبه عجاء، بدون اجتماع، بدون اي حاجه. شوف، هي الانديه تختلف عن بعض واللاعبين يختلفون عن بعض، وبالتالي الظروف ايضا داخل هذه الانديه تختلف. انا اشوف ان الاتحاد يعني حصل له عده احباطات كثيره يعني في 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 الموسم، وبالتالي يعني مثل هذا الاجتماع الودي قد يعني يساهم في ابعاد الضغوط، في تقريب اللاعبين مع بعض، في خصوصا انه في مجموعه من الشباب ومجموعه من الغائبين ومجموعه من يعني اعتقد انه الفريق حاجة المبادرة مثل هذه حاجه لمثل هذه الاجتماع اللي يجمع اللاعبين خارج الملعب، وبالتالي يعني ما لا هم في الملعب، هم اي خارج الملعب يعني مو في اللعب يعني في شيء في جلسه بس انهم داخل النادي ما في شك هم داخل النادي يعني ما فيها مثلا داخل النادي كل واحد يغير ويمشي يروح لسيارته ويطلع، لكن لما تجتمع وتجلس في مناسبه مثل هذه بالتاكيد انه يعني اذا ما نفعت ما حتضر باختصار. طيب خليني اسمع رايك منار. بكل تاكيد يعني هي مأدبه تحت شرف الاستاذ انمار الحايلي ومتكفل بها، وجميل انها تجمع هذه الروح والرغبة، لكن يعني ما نبغى نأخذ هذه المأدبة إنها تكون سبب في فوز الاتحاد غدا أو سبب في هزيمة الاتحاد غدا. الاتحاد ياما خسر وكان ما يأكل مثلا زي ما يقول بعض الجمهور مفاتيح أو مثلا أكل دسم مثل هذا، فهي مسألة أعتقد فيها روح فيها ألفة. شفنا الاستاذ أنا منار ما شفت مفاتيح، ما في ما نشروا صور ما للأكل. لا في صور في السنابات اللاعبين في فيها مفاتيح ها؟ إيه فيها مفاتيح نعم. فأتمنى يعني تواجد سيد خالد التميري، كذلك تواجد سيد طي ناظر، سيد أحمد كعكي، سيد أنمار الحايلي، هذه تجمع بالعكس الألفة والمحبة، وأنه في روح وفي أسرية داخل لاعبين الاتحاد. لا ننكر الاتحاد عنده غيابات وعنده إصابات، لكن اللاعب لازم يكون عنده روح، لازم يكون عنده استشعار بالمسؤولية، استشعار بهذا المدرج. يمكن أنا استغربت فقط غياب كريم بنزيما، يعني
كريم بنزيما وين عن هذه التجمعات؟ كريم بنزيما امام الاتحاد والشباب كذلك في المدرج مش موجود. كريم بنزيما فات السنه مش موجود. كريم بنزيما ما بيشارك هذه الامور الاجتماعيه. هذه الامور ترى جدا مهمه في الهلال. يعني مثلا انا اتكلم انه بيقول اغلى مثلا مشجع في العالم مثلا على نيمار. نيمار يتواجد في كل مباريات الهلال الغائبه. تعرف انه اللاعب داخل المنظومه اليوم وامس. كريستيانو رونالدو ترى يتواجد في التدريبات الفئات السنيه. لاعب بهذا القيمه يتواجد التدريبات السنيه لنادي النصر. تعلم وتشعر بانه اللاعب بدا يتغلغل داخل المنظومه مش فقط كره قدم فريق اول، لا حتى فئات السنيه. كذلك رياض محرز، كذلك مكسيمان، لكن تحديدا كريم بنزيما وين عن هذه التجمعات؟ هذه التجمعات فيها روح وفيها الفه جدا مهمه عشان يكون في تقارب. يعني في الفتره الماضيه سمعنا اخو حمد الله بيرمي كلام، وسمعنا اخو كريم بنزيما وكيل اعماله بيرمي كلام. لا، هذه الامور ترى حتغير كثير من شكل الاتحاد اللي فعلا يفتقد هذا الامر. صراحه يعني شكرا لاستاذ انمار الحيلي على هذه الفكره اللي اتمنى تنعكس بشكل ايجابي على اللاعبين غدا. طيب ايضا يتصدر سالم الدوسري تحدث عن التاريخ، قائمه الهدافين في مباريات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد من خلال المواجهات. سالم الدوسري يعتبر هو الغائب الأكبر عن هذه المواجهة. ايضا بما ان الحديث عن التاريخ، تظل مباراه الاتحاد امام الهلال في ذهاب نصف نهائي كاس الملك عام 2011 راسخه في اذهان العشاق والجماهير الرياضيه. يتقدم مع راشد رهيب، باولو جورج يتخلص ينقلها الى الامام. من المتألق البرتغالي باولو جورج ينقل الكرة إلى الأمام إلى المتألق. أعتقد قادر على تسجيل الهدف الثاني. يسجل في وقت مبكر. لا لا لكن حد يشوف شوف 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 باولو جورج. باولو جورج. الاتحاد نور الكلاسيكو. الاتحاد يضع قدم في الدور النصف الدور النهائي لكأس الأبطال. أيضا في الجانب الآخر، تعد مواجهة الهلال أمام الاتحاد في 2015 اللي انتصر فيها الهلال بالأربعة مقابل هدف خالدة في أيضا ذاكرة العشاق.
إذن هذه المواجهات يمكن لا تنسى في ذاكرة الهلاليين والاتحاديين. 3-0 كانت قاسية على الهلال، يعني وقتها أنت كنت في المركز الإعلامي، حتى 1-0 قاسي عليه بس وقتها أنت مجلس إدارة مدير مركز إعلامي. أي طبعا، هذه كان جت بعد مباراة آسيا فاز فيها الاتحاد برضه أعتقد 3-0 أو 3-1 في جدة. تتكرر المنار ولا لا؟ يقصد الأربعة ترى ممكن تتكرر، لكن احنا نتكلم مثلا لما لا أقول لك ممكن، لا أنا أقصد الثلاثة ما أقصد الأربعة كبير ورقيا الهلال أفضل، لكن خلينا نأخذها سيد عبد الله، خلينا نأخذها بالأرقام. لا أنا سألتك الهلال تواجه في كأس الملك تحديدا 16 مواجهة. أنا سألتك عن أنه هل ممكن أن الهلال يفوز على الاتحاد لأنه أي شكل ما تسمعني منار؟ في نعم في مشكلة. طيب لا سامعك. أي أنا سألتك عن هل بالإمكان الاتحاد يفوز على الهلال، أنا أتكلم في ظل هالظروف الصعبة للاتحاد وفي ظل وضع الهلال الممتاز. ممكن انك انت تفوز، انا ارجع اقول لك عاود كانتي خماسي الاولمبي ممكن تستطيع انك انت تفوز بادواتك وكيف انك تبتكر كمدرب جايارتو من هذه الادوات انك انت تنتصر. يعني نتكلم على مباراتين العين، من كان يتخيل بانه الهلال يخسر من العين؟ لكن لما كان في رغبه وشغف وفي ادوات وفي فكره انك انت تلعب على اخطاء ونقاط ضعف الهلال تستطيع انك انت تنتصر. العين لعب على الهلال بمسألة بسيطة تسلل، هذه فكرة كانت من كريسبو ممكن يقدر يستطيع ينفذها جايارتو غدا، هي مسألة أفكار وكيف أنت تتعامل مع نقاط الضعف في نادي الهلال. نعم طيب أنت قلت في ظل وضع الهلال الممتاز صح؟ إيه؟ خارج الملعب بس داخل الملعب أثناء المباراة ما تدري ايش يصير، ممكن يكون الفريق داخل الملعب مثل مباراة العين الذهب. يعني أنا يعني لما قلت وضع الهلال الممتاز حتى من خلال الفنية على المباريات والمباريات ووضع العام يعني. لكن كل هذه خارج الملعب، الكلام على ماذا يقدم الفريق في المباراة 90 دقيقة، وبالتالي أنت ما يمكن تكسب مباراة قبل أن تلعبها. صحيح. يجب أن تلعب وتؤدي بعدها تقول لك كسبت. وحنا ما ننسى أنه السنوات الأخيرة مثلا اللي نشوف الفرق اللي في نهائي كأس الملك أو حتى اللي توجت في البطولة. صحيح. كانت هي الأقل فنيا. صحيح. شكرا عبد الكريم الجاسر. أهلا وسهلا. شكرا منار شاهين. شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة، إن شاء الله بكرة عندنا تغطية موسعة لهذه المباراة. في أمان الله.